يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما نسب إلى الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله ما نسب إليه من التشيع اليسير الذي لم يصل إلى حد البدعة، هل هذا صحيح؟ ما هو صحيح. برأ الله محمد بن جرير الإمام الجليل من التشيع، ولكن فيه كتاب اسمه الإمامة والسياسة تأليف محمد بن جرير الطبري، وبالتحقيق والبحث وجد أنه شيعي متسمي مثل اسم هذا الإمام. وهذه طريقة عند الشيعة، أنه إذا صار واحد من أهل السنة مشهور سموا عليه واحد منهم علشان يضع الكذب ويقال هذا من وضع إمام أهل السنة فلان بن فلان. ومن ذلك أنهم لبسوا على ابن جرير هذا الكتاب اللي يسمونه كتاب الإمامة والسياسة. هذا محمد بن جرير الطبري الشيعي وليس السني. نعم.